مركز الشباب في قرية الإمام مالك محتاج سور وملاعب. هو مركز شباب رياضي. تعالوا نقابل المهندس عبد الرحيم الشنديدي رئيس مركز شباب قرية الإمام مالك. ما حدش يسمى مركز شباب، مركز شباب يعني المكان اللي الشباب بيتنفس فيه. تمام. صح؟ تمام. بيخرج طاقته فيه. تمام. حالته ايه؟ انا عندي مساحة ارض 9975 متر. كان عندنا في العمرية مشروع اسمه مشروع التنمية الريفية. عمل لنا مبنى مركز شباب، وبقيت المساحة فاضية، ما فيش سور، محتاج سور. عمل سور لهذه المساحة، ان الاهالي، احنا طبعا في مكان ريفي، الاهالي وهم يعني رايحين أرضهم بالنهار بيعدوا من قلب الملعب، وآخر النهار حتى بيتوقف النشاط، حتى والناس شغالة في النشاط بتوقف لغاية الناس دي ما تعدي، لو مؤاخذة بالبهايمها والمواشي بتاعتها. طب الملاعب عاملة إيه التجديد بتاعه؟ أنا عندي ملعب خماسي كان انطرح إيجار، عمله واحد مستثمر مدة 5 سنين، دي آخر سنة له، ولولا إن في المستثمر جه عمل الملعب ده شباب الرياضة، أنا بقالي أكتر من 5 سنين من المركز الشباب مشهر سنة 2013. هو تكلفته كام؟ تكلفة الملعب؟ آه. لا، في الأيام دي ممكن يعدي الملعب، ممكن يعدي 2-3 مليون. 2-3 مليون جنيه. انت عندك رياضة ايه؟ كورة بس ولا حاجة تانية؟ انا عندي حاليا كورة، وكان عندي كنت بدأت في رياضة الكاراتيه، بس هي بتبقى في فصل الصيف في اجازة المدارس بيبقى العدد كتير. يعني احنا احتياجاتنا 2-3 مليون جنيه. تمام. عشان نطور مركز شباب الإمام مالك. اللي بيخدم قرية فيها 45 ألف نسمة. يا دوبك نعمل سور وايه تاني؟ نعمل سور ونعمل ملعب منجل 11. احنا من خلال برنامج حضرتك، انا بناشد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، احنا رحنا لحضرته الاقصر ووعدنا ان شاء الله باذن الله وعدنا ان احنا هيتم عمل سور وملعب منجل 11. ومع الوعد ده احنا عاوزين برضو المركز الشباب اللي مالك يكون مركز شباب مطور، ويتعمل فيه ملعب سله وكره يد وخماسي. نرجع بقى لصوت الكلاب الضاله اللي سمعناها دي. تمام. قلت لي نفسنا في حملة كبرى. تمام. هدفها إنها تحارب ظاهرة كلاب الضالة. تمام. احنا عندنا في الإمام مالك هنا عدد كلاب ضالة كتير. يعني احنا كان الطب البيطري الأول مع التنسيق مع الشرطة كان بيجوا في وقت متأخر من الليل، كانوا بيقضوا على هذه الظاهرة أو يعملوا تعقيم للكلاب أو تعقيم للكلاب، إنما هذه الظاهرة ما لسه موجودة زي ما هي، وفيها خطر شديد على الأطفال وكبار السن.